صباح الخير من جديد، بتجدد لقائي معاكم اليوم بحلقة يوم الأحد وحلقة بداية الأسبوع. عندي كتير ناس مبدئياً إحنا بنطلع عليكم اليوم بفقرة مطبخ يوم جديد واستجابة لرغبات سيدات مجتمعنا الكريم باستضافتهم بمطبخ يوم جديد، وخصوصاً العاملات منهن في مجال اللي هو خليني أحكي إنتاج الطعام ومجال الأغذية ومجال كمان اللي هي إنتاج المربيات ومختلف الأنواع والأصناف. فإحنا دائماً في ظهر السيدة الأردنية وداعمين ل الجميع شباب وحتى بنات. اليوم موضوعي رح يتمحور حول موضوع هو الأكثر أهمية على مستوى خليني أحكي عند العرب والأجانب وحتى على مستوى الشرق الأوسط، موضوع الحماة والكنة. بس الحماة والكنة اليوم بمطبخنا رح يكونوا تاج على الرأس، لأنه ضيفتي اليوم السيدة دعاء عمرو هي الإيد اليمين لحماتها في المطبخ الإنتاجي من سنوات جدا طويلة. صباح الخير للسيدة دعاء عمرو، أهلا وسهلا. صباح النور، نورتي بهالابتسامة اللطيفة. يعني قلبك يا دعاء زي لون القميص اللي أنت لابستيه بالضبط. شكرا، أهلا فيكي. بدي أشكرك باسمي واسم كل السيدات على لطافة قلبك وأخلاقك النبيلة. منطلع على الكاميرا ونعرف عن نفسنا للجماهير. تفضل. أنا دعاء عمر، بشتغل بإنتاج الطعام. نعم. الحمد لله مبسوطة، يعني بحب هذا الشغل، وحبيت اليوم هيك أطلع معكم بالبرنامج عشان أفرجيكم جزء صغير كتير من اللي إحنا بنسويه. طيب. وإحنا كتير مبسوطين إنه إحنا شاركنا معكم في البرنامج. حبيبتي. الحمد لله. هذا مكانك الصغير اللي أنا بكبر فيكم دائما، مكانكم وأنا اللي ضيفة عندكم. الله يسلمك. بما إنك أنت مرتبكة شوي رح أعرف عن نفسك شوي بعدين أعطيك المجال. تمام. السيدة دعاء عمرو تعمل في مجال التواصي، تزوجت منذ 13 عام. لما تزوجت كانت حماتها من الأساس بادية في مجال التواصي من 20 سنة تقريبا. يعني الحماة أصلا عملت أجيال وربت رجال لها الوطن، بس لما تزوج ابنها جاب كنة زي العسل وكانت راس مال وقطعة من الذهب لحتى تصير الإيد اليمين لحماتها، وصاروا التنتين قائدين لمطبخ إنتاجي في منطقة السابع. يا سيد من أكل من تحت إيدهم، صح الكلام؟ قديش لك تشتغلي مع حماتك دعاء؟ تقريبا 13 سنة. 13 سنة من حد ما تزوجتي. طب لما تزوجتي وفتي على هالعيلة لقيتي بأنه التزام أنا كسيدة أو عروس بدي أخوض هالتجربة؟ لا عادي، أنا كنت أساعدها، كنت أحب، يعني ما كنت كتير يعني إني أنا شاطرة بالمطبخ، هي اللي علمتني. نعم. يعني الأساس ماما أعطتني أساسيات الطبيخ. نعم. لما بديت معها صرت شوي 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 ما كنت كتير أحبه، بس هلأ مستمتعة الحمد لله. أمر يا دعاء بقلبك وبأخلاقك. بدي أهني زوجك كمان على هالقطعة الذهبية الثمينة اللي لقاها من بين البنات. مكملين معاكم إحنا مع السيدة دعاء عمرو، ورسالتنا أكثر رح تكون متعمقة بتفاصيل أكثر خلال الفقرة، رح تعمل لنا كثير أصناف طيبة. وأهلا وسهلا فيكم على تطبيق الفيسبوك، رح أتابع معاكم. واليوم موضوعنا الحماة والكنة، فانطلقوا معنا من خلال فقرة مطبخ يوم جديد عبر تطبيق الفيسبوك على صفحة التلفزيون الأردني وصفحة يوم جديد. رح أتابع معاكم، رح نروح أنا وياكم على المطبخ، خليكم قاعدين. يلا كل البنات نجوم وهي قمرهم، ونزلوا على البستان، ونزلت كمان على البستان وعلى ميدان مطبخ يوم جديد السيدة دعاء عمرو، ونموذج يعني يحتذى به للكنة اللي مثل العسل لحماتها. يلا المقادير على الشاشة، رح نعمل مع السيدة دعاء عمرو اليوم مدفون الدجاج على طريقتها، وبصراحة حتى أنا ما بيطلع معاي زي اللي بتعمله دعاء، بالإضافة إلى السفيحة اليافوية بحشوة اللحم المفروم وحشوة السبانخ. المقادير على الشاشة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. لتحضير مدفون الدجاج إحنا بحاجة إلى 2 دجاج كامل مقطع، 5 حبات ثوم، 1 فليفلة خضراء، 1 فليفلة حمراء اختياري، 2 بطاطا شرحات، 2 بصل شرحات، 3 بندورة شرحات، و5 كوب أرز مسلوق، 1 معلقة كبيرة بابريكا، 2 معلقة حسب قديش بدك بهار مشكل، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 معلقة صغيرة كاري، ملح وفلفل، زعفران منقوع بماء الورد. يلا يا عمل، بسم الله الرحمن الرحيم. احكي لنا أكثر، أشغل لك الغاز. يلا تمام، تفضل. أول إشي بدي اسم حماتك منك.
مشاهر. يلا يا مشاهر، حتى اسم المطعم مشاهر. ما شاء الله، ان شاء الله بتضل على راسكم يا عمر. ان شاء الله يلا اكيد انا بدي اطلب من زملائي يظهر ارقام الاتصال والتواصل فينا. شكرا للزملاء. بستقبل اتصالاتكم عبر الهواء مباشره من خلال فقره المطبخ. اهلا وسهلا فيكم، واي شيء بخص الحما والكنه انا راح اقراه على الشاشه وراح اتابع معاكم على الفيسبوك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. بدنا نحط تقريبا يعني زيت، بدنا نقلل الدجاج. حط كل واحد حسب ما بده. في ناس موجود، في ناس بتحط سمنه. نعم احنا اليوم يعني هيك ماشي المعقول. اول شيء بدي انزل البصل الشرحات. نعم، اذا حطيت لنا زيت نباتي على الغاز. بعدين بدي انزل البصل، بصل شرحات، وبعدين هيك الطبخه واهيه عشان شو من قيمة مشاهدينا. زاكي جد. نعم اشي فاخر صراحة. آسيا أيمن ومنار بازيان، ما في كلام، بارعة بكل شيء، من بعدكم أكيد حبيبتي القلب. وأم حمزة جراح، صباح الخير للجميع. أبو أحمد مجدوب، أم رعد الرواجبة، صباح الفل. هنا الزعبي، صراحة موضوع كتير حلو، إحنا كتير فخورين بهالكنة. مش مني، منهم. يلا يا عمر، إذا حطينا زيت، بصل شرحات. بصل شرحات، هلأ بدنا نقليه. معلش إحنا هذا غاز يعني مش زي اللي عندك بالبيت، النار طالعة، أنا فاهمة شو بدك. واقفة هيك حيصانة. طيب يلا حبيبتي. يلا معنا اتصال، كملي لنشوف إيمان. ألو صباح الخير. صباح النور، أهلين، كيف؟ صباح العسل والفل ياسمين، أهلا بإيمان. تفضلي، شو أخبارك؟ شو هالمطبخ الجميل اللي كله أحلى ما يكون؟ والله أنا مبسوطة فيها بحجم الدنيا. بتروحي على المطبخ وتشوفي كيف بتعامل حماتها ما بتصدقي صراحة. قولي يا إيمان تفضلي. حماتي كمان إن شاء الله. بدنا طريقة الكبسة. بدك كبسة؟ طريقة الكبسة. حاضر، احنا مبدئيا عملناها بس بنرجع نعيد لك اياها، بتقدر تلاقيها على تطبيق اليوتيوب العائدة للتلفزيون الأردني، اكتبي كبسة مطبخ يوم جديد بيطلع لك. اهلا وسهلا فيك يا إيمان، وتحياتنا لأهل الشمالات. يلا يا قمر معك. بدنا نسقط الدجاج. سقطي الدجاج. يلا نغم، حنبلي يسعد صباحك وضيفتك العزيزة. سليمان سراج، ما في كنة بتحب حماتها، مش قانون. هذا القانون لا ينطبق على الجميع أبدا. أردنية أردنية، وجدان قاسمية، وهدى كريشان، نجاح، أم محمد. بدي أشكر تفاعلكم على الفيسبوك، عم يقلب مباشرة بشكل سريع جدا. إن شاء الله أقدر ان شاء الله اقدر اخذ كل الكومنتس. طيب في ام محمد الفراهيد، اسعد الله صباحكم، احنا كلنا مع علا متفقين معي بالكلام، كل الشعب. طب يعني الحمد لله، الحمد لله، بطل زي ايام زمان الحمايه اللي عايشين كلهم، مع اني انا عايشه مع حماتي بنفس البيت. نعم بس بطل زي ايام زمان. السيطره هاي هلا بتحس الحمايه مع الكنه اصحاب. حلو، اصدقاء وكناينها اصحاب. يعني كثير بشوف صاحباتي انا، يعني بطل هذا الدائره تاعت ايام زمان. نعم الحمد نعم. لله هو اول بالاخر البيئه اللي خرجت منها الكنه، اضافه الى اللي هي افكار وثقافه الحما تجاه الكنه، ان كانت هي البنت او كانت كنه بمعنى الكنه، فهذا شيء يرجع لثقافه البيئه اللي فاتت عليها البنت والحما اللي جابت منها السيده. ولكن الدنيا بخير، عيشوا الحياه حلوه، وبعدين اللي بتحب زوجها راح تحب حماتها، صح ولا غلط؟ والله الحمد لله، والله انه جوزي ما في منه. يلا فرصة انه هو معنا بالاستديو، خلينا مزبطين حالنا اليوم، نروح على البيت مش نروح على مكان ثاني. طيب يلا بدنا نحط التومة. بدنا نحط التومة، خمس سنون، بتقدر تحطيها كاملين. نعم بتقدر تحطيها تهرسيها، في ناس ما بتحب شكلها بالطبيخ، في ناس حساسة منها. صح. بعد هيك بدي احط البهارات. يلا في عندك معلقة البابريكا، البهار المشكل. الله الله الله، شوفي هالكومنت. خالد العمري، ها الله يسعد صباحكم، تحيه من ام احمد العمري وكنيتها سلوى. بدعموكم من عروس الشمال، اربد كفر اسد، وهم بيشربوا القهوه. تحياتي لكم جميعا، الله يسعدكم وصحه وهنا على قلبكم، اسعد الله صباحكم. اليوم موضوع الكنه والحما بجنن، الله يبعث لي كنه باخلاقها وعدالتها. شفتي صار يتمنى زيك يا دعاء. ان شاء الله الله يعطي لكل عين رجاها ان شاء الله. شكرا.
تسخن اسرع. هلا هيك بس تتقلب، بدي احط عليها شويه مي واتركها نص ساعه عشان تستوي على هدوء براحه. يا هدوء انت يا حلو. بدنا نظبط. ظبطي لانه الحمال اليوم. طيب يلا، رقية غالي، صباح الورد أحلى كادر، حمزة صوالحة، آسيا أيمن، نورس إرشادات، اليوم عيد ميلاد ابن إبراهيم يوسف إرشادات، كل عام هو بألف خير من ماحس، والله يخلي لك إياه يا رب تشوفوا أحسن الناس. يلا معنا اتصال من ماحس. ألو من إربد. ألو صباح الخير يا عايدة. صباح الخيرات، كيفك شيف علا؟ صباح الخيرات والأخبار الحلوة والستات النشيطة، أهلا حبيبتي. يسعد صباحك يا قمر. هلا ست الكل، صباح الورد، تفضلي ست. صباح الخير لضيفتنا الحلوة. هيا معك الضيفة، تسلمي يا رب. تسلمي، الله يخليك يا رب حبيبتي، ويسلم دياتك وإيديك يا رب. الله يسعدكم يا رب. حبينا نصب عليكم ونفتح نفسنا وإحنا نشرب القهوة. نورتينا يا ست عايدة، إن شاء الله يا ربي مشروب الهنا على قلبك. على قلبك حبيبتي القلب، الله يهدي بالك وتضلي هيك دائما من بنفسيه طيبه ان شاء الله. احنا وانت يا رب حبيبتي، يسعد صباحك. شكرا لك ست عايده، اهلا فيكي. تمام ست الكل، يلا هنشقشق على الدجاج عشان الريحه لازم. هاي ريحه البهارات لازم تطلع. ما هو المدفون البريان لازم كله هيك مندي. ايوه طبعا الدجاج مش مسلوق، لانه مش مسلوق ما راح يتلفلف معاها، لو انه مسلوق راح يفرط. بصل شوربة. نعم صحيح. يلا وهلأ بدنا ننزل الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطا شرحات. بطاطا شرحات. أيوة. فليفلة شرحات. أيوة يا سلام. تمام. هلأ الفليفلة الحمراء برضو اختيارية، اللي عندك ما عندك خضرة عادي يعني ما تتقيدي. انت بتقدر تتفنني على فكرة الطبيخ، انت نفسك ايش. نعم نفس السيد. يمكن ما عندك ولا اشي بس انت تطبخي بنفس بيطلع زاكي. صح 100%. طيب معانا رشيد المصري، صباح الخير حماتي، بصبح عليها حبيبتي، بصبح عليها في جرش. الله يخليكم لبعض يا قمر ويديم المعروف بين الجميع. سكينة سليمان الربيع الله يرحمها حماتي. جنى نعيمات ما شاء الله، الله يسعدكم يا رب. رقية غالي احلى كادر. اثيل الناصر يسعد صباحكم. وأم سند صباح الخير منورين. أم أحمد شطناوي. نعم يا سلام يا سلام، الطبخ هيك الله الله. سمعين الصوت. يلا يا أمر يلا بدنا نحط مي سخنة عليها. مي سخنة، هي المي السخنة عندك. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ هاي عملية صلق مع الخضار. طب خلينا نحكي إشي تاني. هلأ الست مستعجلة وروحت من وظيفتها مستوية تعبانة. تمام. سلقت الدجاج جانب من الليل جهزته. خلينا نحكي خطوة يعني نغشش الستات كيف ممكن إنها ترتب أمورها. بتسلق الدجاج قبل بيوم، تقدر تكمل باقي الخطوات وهو مسلوق عادي، بس شوي شوي بلاش يفرط الدجاج. صح؟ عادي بتصفط الخضرة وبتحط الدجاج بتسقط فوق الرز، خلص أسهل طبخة. تمام. تمام شكله المخرج عاجبه اللبس اليوم ف تمام. يلا يا قمر هلا احنا قليناهم بعدين خلص بنخليها نص ساعه. طيب احنا حطينا البهار. حطينا البهار تمام. هلا بعدين بعد ما هو ينسلق الدجاج وتكون اموره تمام، بس يس بعد نص ساعه بنحط الرز المسلوق. هلا بدي احكي عن الرز المسلوق. بدك تنقعيه تقريبا من نص ساعه لساعه، مية فاتره مش سخنه. بعدين بتحطي مي، طنجره مي على النار، كل كيلو رز عليه معلقه ملح. بتحطي ماجي او مكعبات مرقه الدجاج او مرقه اللي عندك انت اللي بدك اياها. اذا سلقتي الدجاج بتحطي المرقه وبتخلي المي تغلى. هلا اذا غليت المي بتسقطي الرز. الرز ينسلق 7 دقائق. 7 دقائق بيطلع معك توب. بتصفيه خلص. بس هاي الطنجره تكون بعد نص ساعه مستويه، بتديري الرز عليها وبتتركيها كمان ربع ساعة. احنا حكينا عنها قبل فيما سبق في مطبخ يوم جديد، هو الرز المشغول. الرز المشغول. نعم الرز المشغول هو الرز اللي بيتم سلقه نسبة معينة بالطهي، خلينا نحكي 60-70%، بنشخله من المي يعني بنشيله من ميته، بنصفيه وبننزله على طبخة البهارات. فالموضوع كتير حلو وسهل وبيعطيك طعم اشي مش معقول. حتى بيكون خفيف. خفيف وبتضل حبة الرز معاكي واقفة بالطبخ ما بتكسر ابدا، للي بيخطئ في مقدار المي.
المرق. بعدين نزلنا هاي بدي استنى عليها تسوي. بدنا نستنى، شو رايك نبدا بشيء ثاني؟ بدنا نجيب الجاهزه ونقدمها بالشكل النهائي، بعدين بنبلش بال اوكي. اه بيكون اخر الحلقه لما ينسل الدجاج عشان ننزل الرز قدام الستات. تمام. هيك بتكون الوصفه كامله امامهم. تمام يلا حنجيب الطبخه الجاهزه. ايش بدك انت تقدمينها هاي؟ يلا يا عمر. يا سلام، بتعرفي اني انا امبارح شريت زي طنجرتك؟ بتعرفي احلى طنجره الصراحه. اه يلا يا عمر، بسم الله يبي الريحه. دقيقه دقيقه اصبري شوي بس شوي. تمام تمام. شايفه كيف الدجاج بياخذ لون؟ لانه تحمر على هدوء. طيب هلا الدجاج كيف اخذ لون؟ مع الطبخ. مع الطبخه لانه احنا تركناها على هدوء. يعني هو يعني شوي شوي زي نظام مقلوبه تقريبا، بس لها طعم ثاني لانه فيها الزعفران. زعفران وما قرنه شامه. اه الزعفران. هلا هاي الخطوه رح نعملها قدام الستات عشان احنا ان شاء الله نكون قدينا الرساله اليوم وقدمنا الوصفه صح. طيب شو رايك دعاء بمدفون الدجاج اللي بنعمل في دول الخليج بطنجره الضغط؟ هذاك مضغوط. هذاك مدفون. نعم في مدفون بنعمله بطنجره الضغط بطريقه لذيذه، شو رايك؟ ولا هيك اسهل على الستات؟ برضه طنجره الضغط سهله. اه بتسهل، بس في ناس بتخاف تستعملها. صح. طيب هلا قديش في ناس بتحسي في عندها اقبال من مجتمعنا المحلي، وقديش في ناس بتجيكي من خارج عمان محافظه؟ الاغلب عمان. اغلب عمان. اغلب عمان. مناطق الدوار السابع، شارع المطار، سوفيه، دابوق، هدول اغلب الناس. في لطبربور، بس صراحه انه طبيخ ولزرقة وإربد هذا حرام شوي. ببرد. يلا نروح لأم سليمان. الو صباح الخير. صباح الورد، كيفك يا عمري؟ يا صباح الفل والياسمين، اهلا ستي. صباحك عسل، الله يسعد قلبك يا علا. هلا حبيبتي ويسعدك يا رب، تفضل. ومنرحب بضيفتك العزيز ان شاء الله، بالتوفيق لها الدائم ان شاء الله لكل ستات الاردن ان شاء الله. يا رب اللهم امين. يا رب، وان شاء الله تفرح باولادك يا علا ويعطيك ان شاء الله. حبيبتي الله يعطينا ويعطيكم ان شاء الله الدعوه لكل اللي بيشوفنا وبسمعنا، اللهم امين للجميع ان شاء الله. صباحك ان شاء الله هيك دائما نضلوا متالقات وبنرفع راسنا فيكم وين ما كان. اكيد نرفع راسنا فيكي حبيبتي. حبيبتي يسعدك الله يخليكي، تسلمي. يسعد قلبك. هلا ستي الكل، معناتي شكرا لاتصالك ستي. هلا حبيبتي. هلا شكرا حبيبتي القلب. الحمايه طيب خلينا نشوف بس راح الكومنت. هي بتقول، انا قراته بس مش رح الحق اعيده، هي بتقول انه الحمايه اللي جربت ظلم من حماتها ما بترجع بتعيده مع كنتها، مش مقياس. لما بتكون البنت بنت اصل الواحد بحطها على راسه من فوق، صح ولا مش غلط؟ صح. لما بتبقى الكنة بنت حلال بنحطها فوق راسنا. تحياتنا لمخرج حلقة اليوم سيد ماجد الجمعاني، وضيفنا الكريم مخرجنا كمان مهند الحديد، هو مشاغب برضاش يحط لنا ميوزك، فبس بدنا نقول له صباح الخير. يلا يا أبطال المستقبل. هيك طبقنا صار جاهز وقدمت لنا اياه بالشكل النهائي. رح نجهز لفاصل كتير صغير، رح نرجع نعمل صبيحة يا سوية ما حصل. فاصل صغير، راجعين خليكم معنا.